الكورس بتاعنا شباب اسمه لينير الجبرا. الكود بتاعنا BA 304. اوكي، الكورس بينقسم لجزئين رئيسيين. جزء بيتكلم على الماتريسيز، والجزء التاني بيتكلم على حاجة اسمها الفيكتور سبيس. اوكي، الجزء الاولاني ده يعتبر جزء سهل، لان بالنسبه لك هيبقى جزء ملموس اغلبه كالكوليشنز، فالموضوع مش بيج ديل في الجزء ده، وده يمكن الجزء اللي هو هيخش فيه السيفنس اكزام. اوكي، فالجزء ده بالنسبه لك جزء سهل ومضمون، بس عايز طبعا تكير اثناء الحسابات او الحل بتاعك، لان زي ما انا قلت لك هو بيعتمد ملي على الكالكوليشن. اوكي شباب، الجزء الثاني اللي هو الفيكتور سبيس ده جزء تقيل شويه، ده هنبدا فيه مع نهايه السابع كده، وهيكمل معانا لغايه نهايه الكورس. والجزء ده يمكن تقيل شويه على اساس ان ده يعني نقدر نقول ان هو مبني على حاجات فيها لوجيكس، فيها اكسيومز. اوكي، فانت المفروض الحاجات دي بتعملها ابلاي على بروبلمز عندك. تمام، هنبدا النهارده في الجزء الاولاني اللي هو الجزء بتاع الماتريسيز. بنبدا ناخد بس اول تو بوينتس عندنا النهارده، اللي هم الديفينيشن بتاع الماتريسيز والماتريكس، بعض الماتريكس اوبريشنز. اوكي، لما نيجي نتكلم على الماتريكس اللي هو البارت الاولاني، الماتريكس شباب هي عباره عن، نقدر نقول ان هي عباره عن سيستم معين. السيستم ده بيتكون من مجموعه من الروز ومجموعه من الكولومز. يبقى الماتريكس عباره عن ايه؟ سيستم. السيستم ده متكون من مجموعه من الروز ومجموعه ايه؟ من الكولومز. شبيهه الى حد كبير كده بالاكسل شيت عندك. كويس، بس هنا انا بالنسبه لي بيبقى فيه طبعا فاينايت نمبر اوف روز وفاينايت نمبر اوف كولومز. فانا لو عندي عدد الروز ام، ده الروز، وعدد الكولومز ان، فبعرف الدايمنشن او السايز بتاع الماتريكس بتاعتي على ام، على انه ام by n. يبقى m دي refer rows وال n دي refer لايه؟ للكولوم. اوكي، ده اسمه ايه؟ السايز او الدايمنشن بتاع الايه؟ الماتريكس بتاعتي. الماتريكس بتاعتي ان جنرال برمز لها باي رمز ايه؟ كابيتال لتر A B C and so on. والاليمنتس اللي هي الانترسكشن بين الروز والكولومز، المفروض ان انا بيبقى عندي انتريز بحطها في الانترسكشن هنا. اوكي، دي الاليمنتس دي برمز لها بسمول ليتر اكوردنج للايه؟ للكابيتال ليتر اللي انت اخترته. فمثلا لو انا عندي ماتريكس A الدايمنشن بتاعها M by N زي ما اتفقنا، هيبقى شكل الماتريكس بتاعتي على الصورة دي. الفيرست رو بالنسبة لك الاليمنتس اللي فيه، هيبقى عندي اول element A ده موجود في الفيرست رو عندي، فيرست كولوم، فالادرس بتاعه بكتبه A11، برضو بريفير للاندكس الاولاني على ان ده الاندكس بتاع الرو، والاندكس التاني ده بتاع مين؟ بتاع الكولوم. فبقراها A11 مش A11، A11. الاليمنت اللي بعد كده هيبقى A1
2 على اعتبار ان انا في الكولوم مين التاني، انا ستيل في الفيرست رو كولوم التاني وهكذا. المفروض اخر حاجة عندي انا الفيرست رو الكولوم رقم N لان ده اخر كولوم، لان انت محدد هنا ان عدد الكولومز كام N، فيبقى عندي اخر element الاندكس بتاعه A1N. نفس الكلام في الرو التاني، يبقى عندي A21 A22 وهكذا لغاية A2N and so on لغاية آخر رو خالص. أنا هيبقى الرو رقم M لأن عدد الروز M، يبقى الإلمنت اللي في الكولوم الأول الإندكس بتاعه AM1 AM2 وهكذا لغاية AMN. اوكي يا شباب، يبقى ده المنظر in general بالنسبة لأي ماتريكس من الـ dimension M by A M by N. اوكي طيب، الكلام ده طبعا يمكن مش غريب عليكم لأن انتوا خدتوه في آخر calculus 2. مظبوط مظبوط يا شباب، انتوا سامعيني ولا مش سامعيني؟ تقريبا يعني خدني تقريبا ها، بس خدتوه على سكيل طبعا صغير جدا، لكن احنا هنا هنكستند الموضوع. اوكي طيب، يبقى ده شكل ايه الماتريكس ان جنرال. ان جنرال اي اليمنت هنا برمز له بالرمز AIJ، ده عبارة عن الاليمنتس اللي موجود في الايس رو جيز كولوم. اوكي شباب، يبقى ده ايه الاندكس ان جنرال. اي ده بيرفير للاندكس بتاع الرو، والجي ده مين الكولوم. فالاي بتاعتك ده كاونتر بياخد من 1 لغاية عدد الروز اللي هما بالنسبة لك M، والجي ده الاندكس بتاع مين الكولوم. تمام لغاية كده، في مشكلة ولا كله فاهم؟ تمام. أيمن حسن معايا؟ أيمن حسن، أي عبد الحميد؟ أيوة دكتور، مع حضرتك يا دكتور. مع حضرتك يا دكتور. تمام طيب. تمام دكتور. أوكي، يبقى ده كده كمنظومة لأي إيه؟ أي ماتريكس. طيب هنبدأ دلوقتي نتكلم على الماتريكس operations. المقصود هنا بالاوبريشنز اللي هي الارثماتيك اوبريشنز. انت دلوقتي عرفت سيستم جديد، السيستم الجديد ده زي ما اتفقنا هو عباره عن ماتريكس متكونه من ايه يا شباب؟ متكونه من مجموعه من الروز ومجموعه من الكولومز، فهي كده على بعضها تعتبر يونت. فانت عايز تشوف لما يكون عندي كذا يونت زي النمبرز العاديه طريقه الارثماتيك اوبريشنز بينهم وبين بعض بتكون ازاي، يعني الاديشن سبتراكشن المالتيبليكيشن اند سو اون. فما نيجي نبدا الاول بالاديشن والسبتراكشن. لو انا عندي ماتريكس A والمفروض هعمل لها اد او ماينس ماتريكس تانية B، بشترط ان لازم الاثنين يكونوا من نفس الدايمنشن. يعني لازم الـ AD لو هي من الدايمنشن M by N يبقى لازم الـ B كمان من الدايمنشن M by N، يبقى لازم الاثنين دول ايه يا شباب؟ يكونوا من نفس الدايمنشن عشان اقدر اقول ان عملية الاديشن او السبتراكشن دي valid. اوكي اللي بيطلع لي هي ماتريكس
الريزلتنت يعني بيطلع لي ماتريكس من نفس الدايمنشن اي element فيها اي element فيها هو عباره عن الاليمنت بتاع ايه بلس او ماينس الكورسبوندينج element ب اوكي مشوب يبقى عمليه الاديشن او السبتراكشن بتتم ازاي عشان كده حاطين الكونديشن ده ان لازم الاثنين يكونوا من نفس الدايمنشن ان كل element في الماتريكس A هيروح مع الاليمنت اللي في نفس المكان له فين في B وتحصل عمليه الاديشن او مين او السبتراكشن اوكي فور اكزامبل عندي اهو ماتريكس A عبارة عن 1 4 نيجاتيف 2 5 3 نيجاتيف 6 وعندي ماتريكس B عبارة عن 3 نيجاتيف 7 0 1 2 8 اوكي لو احنا لاحظنا كده الاي الدايمنشن بتاعها كام حد يقول لي 2 في 3 2 في ايه في 3 انا عندي 2 روز و 3 ايه كولومز مش كده طيب والبي نفس الحاجه نفس القصه وباي كام؟ باي 3 طيب هو الراجل طالب مني هنا ان انا اجيب A بلس مين B فانا عندي دي 2 باي 3 ودي 2 باي 3 طالما الاثنين بيساووا بعض كدايمنشن يبقى عملية الاديشن مالها valid طيب الاديشن هيتم ازاي ادي الاليمنت بتاعت ايه وادي الاليمنت بتاعت بي اتفقنا مع بعض انا باخد كل اليمنت في ايه مع الـ corresponding law في نفس المكان في مين؟ في B وهكذا يا شباب انت هنا هتقول لي 1 و 3 ديني 4 negative 2 0 negative 2 3 و 2 5 4 و negative 7 negative 3 5 1 6 نيجاتيف 6 و 8 يديني كام 2 وادي زي ما انت شايف كده الريزلتنت هي من نفس ايه من نفس الدايمنشن فانت لو جيت بس للنوشن دي عشان طبعا لو انت بتعمل بروجرامنج يبقى انت هنا اي اليمنت لما تيجي تبص مثلا ده الريزلتنت بتاعك دي مثلا كابوزيشن دي اللي هي كانت عباره عن سي 2 3 مش كده هتلاقي ان هي جايه منين من A 2 3 زائد B 2 3 اللي هم دول يا شباب تمام يا دكتور مفهومه كده خلاص طيب هننتقل بعد كده للمالتبليكيشن باي سكيلر انت هنا بس قبل ما نسيب الحتة دي هو هنا بيقول لي امتى ماتريكس A بتساوي ماتريكس B امتى تو ماتريسيز يساوي بعض
لازم يتحقق لي شرطين. الشرط الاولاني لازم يكون ليهم ايه؟ نفس السايز او الدايمنشن، مش كده يا شباب؟ يعني الاثنين بيساووا بعض، اكيد لازم عدد الروز هنا هي هنا والكولومز هنا هي هنا، ده اول حاجه اللي هو السايز نفسه. اثنين لازم يكون ليهم الكورسبوندينج element the same. يعني ايه؟ يعني لازم كل اي اي جي بيساوي بي اي اي جي، دي نفس طبعا الاندكس. اوكي، يبقى لازم الاثنين دول ايه؟ يتحقق. مفهوم؟ تمام. تمام. هنيجي نتكلم برضو على بعض البروبرتيز بالنسبة للأديشن أو السبتراكشن. أول حاجة زي ما انتم شايفين هنا كده في السلايد، بارت I بيقول لحضرتك إن أنا عندي ماتريكس A أديشن ماتريكس B هي نفسها B أديشن A، يعني عملية الأديشن كوميوتيتيف. يا شباب ممكن أبدل يعني مفيش مشكلة. دبل I بيقول لي ان ايه زائد البيج او، البيج او هنا اللي احنا بنسميها الزيرو ماتريكس، دي اللي هي بالظبط كده مناظره للزيرو بتاعنا في النمبرز العاديه اللي هو احنا كنا بنسميه الايدنتيتي بالنسبه للاديشن، اللي هو ايه الاليمنت اللي انت تضيف عليه اي حاجه يطلع نفسها. فالزيرو ماتريكس انا برمز لها ببيج او، وهي عبارة عن ماتريكس كل الانترز اللي فيها عبارة عن ايه يا شباب؟ عبارة عن زيروز. اوكي، انت لو عندك هنا في دبل اي بيقول لك لو انا خدت اي ماتريكس ضفت عليها البيج او دي بتاعتنا او الزيرو ماتريكس، طبعا هي نفسها البيج او بلس اي، هيطلع لي نفس الماتريكس فين؟ في الاخر. اوكي، تريبل اي لو عندك ايه بلس ماينس اي، يعني طبعا ماينس اي دي هنتكلم عليها لما نتكلم على الماتريكس لما نيجي نضربها في سكيلر، يعني لازم ناخد الحته دي الاول قبل ما نشرح الجزئيه دي. هي نفسها طبعا لو انا بدلتها هتطلع لي البيج او. طبعا ماينس اي ان انت بتضرب كل الاليمنتس زي ما هنشوف دلوقتي كمان شويه. لو انا عندي ماتريكس بضربها في سكيلر، السكيلر ده بيتضرب في كل مين؟ في كل الاليمنتس، وهكذا. وبعد كده عندنا خاصيه الاسوشيشن والمالتيبليكيشن باي سكيلر اند سو اون. اخر بس خاصيه دي برضو اللي هي مهمه، ان انت لو ضربت الماتريكس بتاعتك في 1 تطلع نفسها، لو ضربتها في الزيرو العادي يطلع لي البيج او. المالتيبليكيشن باي سكيلر لو انا عندي ماتريكس A من الدايمنشن M by N وعندي الفا دي كانت عبارة عن سكيلر رقم يا شباب، عبارة عن ايه؟ سكيلر، وانت عايز تجيب الفا في ايه؟ الفا في ايه؟ هيطلع لي ماتريكس، الماتريكس دي عبارة عن ايه؟ كل الاليمنت بتاعت ايه مضروبة في مين؟ الفا، وبرضه بتطلع لك من نفس مين؟ من نفس الدايمنشن. اوكي، تعالى كده ناخد اكزامبل، نفس الاكزامبل بتاعنا الاي والبي. انت هنا كنت طالب انك تجيب 2a minus 3b. طبعا انت تلاحظ هنا لما السكيلر بيتضرب في اي ماتريكس ده ما بيأثرش منين؟ من السايز، فالسايز ستيل زي ما هو. لما نيجي هنا نبص برضو، انت الماتريكس بتاعتك دي كانت 2 باي 3 ودي 2 باي 3، والضرب طبعا في سكيلر ده مش هيأثر معاك في حاجه، فطالما الاثنين زي بعض
يبقى عملية subtraction مالها valid. طيب منحل دي ازاي؟ انت هنا عايز 2A، يبقى انت هتضرب matrix A اللي فوق عندك دي في السلايد، هتضرب كل الكومبوننت بتاعتها في كام؟ في 2، فيطلع لي ايه؟ 2 - 4 كام؟ 6 8 10 -12 ماينس، هنضرب الماتريكس بي في كام؟ في 3. طبعا هنا قدامك حاجه من 2، لو انت ضربت الماتريكس بي في نيجاتيف 3 يبقى الاوبريشن هتتقلب ايه يا شباب؟ اديشن، لان انت خدت النيجاتيف معاك. لكن لو هتضربها زي ما انا هعمل دلوقتي في 3 فقط، فتظل الاوبريشن مالها ماينس زي ما هي. فهنضرب بيه هنا في 3، يبقى عندي 9 0 6 -21 3 20 كام 24. بعد كده نبدا نعمل عمليه الايه؟ subtraction. يبقى عندك 2 - 9 دينا نيجاتيف 7، نيجاتيف 4 نيجاتيف 0 نيجاتيف 4، 6 - 6 0، 8 - تبقى بلس 21 يدينا 30، 10 - 3 7، نيجاتيف 12 نيجاتيف 24 نيجاتيف كام؟ 36. اوكي يا شباب، والريزلتنت برضو زي ما انتم شايفين 2 by 3. لغايه كده في مشكله؟ دكتور معلش، هي مش المفروض 29؟ هي مين؟ اللي هي 30، بعد 30 تبقى 29. فعلا دي 29. انت ساره؟ ماشي يا ساره، ليكي درجة عشان مصحصحة بس. اوكي ماشي يا شباب، الناس اللي قاعدة بتتفرج. طيب السلايدز اللي انا شغال منها دي المفروض هبعتها لكم كلها على الجوجل كلاس روم. اوكي شباب، بالاضافة للشيت. طبعا احنا برضو عندنا شيت هنشتغل منه. اوكي طيب دكتور، والريكوردنج بتاع حضرتك برضو هتحطه على جوجل كلاس روم؟ ايه ده الريكوردنج؟ تمام ماشي. طيب لغايه كده احنا الدنيا تمام؟ تمام دكتور. طيب الماتريكس مالتيبليكيشن احنا اللي خدناه من شويه، ازاي اضرب سكيلر في ماتريكس يا شباب، لكن مش ماتريكس في ايه؟ في ماتريكس. الماتريكس مالتيبليكيشن انا عندي ماتريكس عايز اضربها في ايه يا شباب؟ في ماتريكس تاني. الكونديشن عشان التو ماتريسيز يضربوا في بعض، لازم يتحقق الاتي، ان عدد الروز بتاعت عدد الكولومز بتاعت الفيرست هي عدد الروز بتاعت مين؟ السكند. او بمعنى تاني الانتاير indices دول يكونوا زي بعض، يبقى لازم دول ايه؟ يكونوا زي بعض عشان اقدر اقول ان المالتيبليكيشن valid. هنا مش المالتيبليكيشن عشان برضو الناس ما تبقاش في confusion، ان انت بتاخد كل element تضربه في اللي قصاده زي عملية الاديشن او السبتراكشن. لا، طريقة الضرب هنا بتبقى مختلفة خالص، هنشوفها دلوقتي ازاي بتتم. فانا المهم دلوقتي عشان عمليه المالتيبليكيشن تكون valid لازم الرقمين اللي جوه دول يكونوا ايه يا شباب؟ زي بعض. اما معنى تاني
عدد الكولوم بتاعت الايه الماتريكس الاولانيه دي بيساوي عدد الروز بتاعت مين الثاني. طيب الريزلتنت هتبقى ايه؟ الريزلتنت هتبقى ماتريكس سي الدايمنشن بتاعها هيبقى الاكسترنال انديسيز اللي هم مين ام وان. اوكي شباب. طيب اي اليمنت هنا اللي هو في الريزلتنت بقى جاي منين؟ قال لي ده عباره عن السم بتاع حاصل ضرب كل element في الرو اي. معايا يا شباب؟ لكل element في الكولوم جي في بي، يعني هاخد كل element في الماتريكس اي معايا في الرو اي اضربه في مين؟ في الكورسبوندينج لو في مين؟ في الكولوم جي في بي، وحطران طبعا من 1 لغاية مين؟ لغاية كي بتاعتنا دي. يعني ايه الكلام ده؟ عشان ابسطها لك، هي عبارة عن الايس روف ايه؟ الايس روف ايه هيبقى شكله عامل ازاي؟ اي اي 1 اي اي 2 صح؟ لغاية اي اي كي، مش انت عدد الكولومز هنا كي في ايه؟ مركزين معايا؟ يبقى ده عبارة عن ايه؟ الايس رو ان ايه؟ ده هتضربه في مين؟ في الجيس كولوم في بي. الجيس كولوم في بي هيبقى شكله ايه؟ اي كولوم في بي الاندكس بتاعه جي هيبقى شكله ايه؟ هيبقى بي 1 جي، مش كده؟ بي 2 جي وهكذا لغايه ايه يا شباب؟ بي ار بي كي سوري، لان انا عدد الروز هنا كام؟ كي، يبقى بي كي اي جي. انت كانك بتاخد الايس روف ايه تضربه في الجيس كولوم مين في بي، باخد الاول مع الاول الثاني مع الثاني وهكذا لغايه الاخير مع الاخير. هم عدد دول كام؟ عدد دول كام يا شباب؟ كي. عدد دول كام؟ كي اليمنت صح؟ وعدد دول كام؟ ما هو عد اهو، واحد اثنين كيبر. يبقى انت بتاخد كي من الاليمنتس تضربه بمين؟ في كي من الاليمنتس. عشان كده انا مشترط ان لازم الاثنين دول يساووا ايه؟ يساووا بعض. وانس ان انت ضربت ده في ده طلعت الاليمنت سي اي جي، يعني انت المفروض هتعمل كل القصه دي على كل الايه؟ كل الاليمنتس، تاخد كل رو تضربه في كل رو في ايه؟ تاخده وتضربه في كل الكولومز في بي، ده عشان يكون لك ايه؟ اول رو في مين؟ في سي. يعني خد بالك كده، لو انا خدت الاي دي بواحد يبقى كانك هنا بتكون في الماتريكس سي اول رو صح؟ فانت كده كانك هتاخد الرو الاولاني في ايه تضربه في كل الكولومز في بي، ده عشان اجنريت اول رو في مين؟ في سي. وصل كده؟ تعال ناخد اكزامبل عشان الناس ايه تشوف الدنيا شكلها عامل ازاي. انت عندك ماتريكس بي اي
طبعا الاكزامبلز دي برضو من الشيت، وهبعرض لكم الشيت دلوقتي. الماتريكس بي هنا الدايمنشن بتاعها كام يا شباب؟ 3 في 2. ركز يا ابني، انا بنطق مين الاول؟ سوري، 2 في 3. دايما بقول الروز الاول. ها، وهنا السي كام في كام؟ 2 في 2. طالما بالمناسبه عدد الروز بيساوي عدد الكولومز، دي بسميها سكوير ماتريكس. يا شباب لو الاثنين ما بيساووش بعض زي دي كده بسميها ايه؟ ريكتانجلر ماتريكس. اوكي شباب. طيب تعالى كده، هو هنا طالب منك تجيب اول حاجه سي في مين؟ في بي. احنا اتفقنا ان الدايمنشن بتاع سي 2 باي 2 وبتاع بي كام؟ 2 باي 3. طالما انا عندي الاثنين اللي جوه زي بعض يبقى ده فاليد. الماتريكس اللي هتطلع كام في كام يا شباب؟ المفروض ناخد ايه؟ 2 في 3. 2 by 3 صح؟ مش كده؟ طيب هتيجي ازاي؟ ركز معايا بقى. انت عايز C في B، فانا هكتب C اهو الاول. في مين؟ في B. تمام كده؟ انت قلت لي الماتريكس اللي هتطلع كام في كام؟ 2 by 3. مش كده؟ 2 by 3 يعني ايه يا شباب؟ يعني 2 روز وكم كولوم؟ 3. طيب الاليمنت اللي هنا ده جاي منين؟ الاندكس بتاعه ايه ده؟ سي ده 1-1 مش كده؟ 1-1 يعني هضرب الفيرست رو في الفيرست كولوم. هضرب ايه يا شباب؟ الفيرست رو، يعني خلينا كده هنا بالالوان، انا هسمي ده R1 R2 وده C1 C2 سي 3. الاندكس بتاع ده زي ما اتفقنا ايه؟ 1-1. يبقى معناه ان انا هاخد الرو الاولاني في الماتريكس الاولانيه اضربه في مين؟ في الكولوم الاولاني في الماتريكس الثانيه. يبقى انت هتاخد ده تضربه في مين؟ في ده. يبقى الدنيا عامله ازاي؟ هتقول لي 1 تايمز 3. انا هعملها بالسلو موشن الاول وبعد كده ينكم. يبقى 1 تايمز 3 بلس 3 تايمز نيجاتيف 7. معايا كده؟ هي دايما بلس يا دكتور؟ دايما بلس. ما هو انت هنا في النوشن كاتب ايه؟ سميشن مش كده؟ تمام. هتزود بس الماتريكس. نيجي تاني.
ده الاندكس بتاعه يا شباب 1 2 يبقى انت هتاخد الرو في الفيرست رو في الماتريكس الاولى هتضربه في مين في السكند كولوم للماتريكس مين الثاني يبقى انت لسه هنا وهاخده المره دي اضربه في مين في سي 2 معايا يبقى عندك ايه يا شباب 1 تايمز 0 بلس 3 تايمز كام تايمز 1 اخر واحد ده فيرست رو ثيرد كولوم صح يعني انت لو تهت الاندكس نفسه او الادرس نفسه هيفكرك انت هتضرب مين فين خلاص يبقى انا برضو هاخد الفيرست رو هنا اضربه في مين في الثيرد كولوم يبقى عندك 1 تايمز 2 بلس 3 تايمز كام 8 يا شباب كده خلصنا منين من الفيرست رو هنا انا هبدا في السكند رو الادرس هنا كام 2 1 يبقى هاخد السكند رو اضربه في الفيرست ايه كولوم يبقى هنقل انا على الصف اللي تحت هنقل دلوقتي الصف تحت هاخد ار 2 مره برضو مع سي 1 ومره مع سي 2 ومره مع مين مع سي 3 يدوني الثلاثه انتريز اللي هنا اوكي يا شباب هنكمل كده هنا هيبقى عندك الفيرست السكند رو في الفيرست كولوم هيبقى عندك 2 باي 3 بلس كام نيجاتيف 1 في نيجاتيف 7 سكند رو سكند كولوم يبقى عندك 2 تايمز 0 بلس كام نيجاتيف 1 تايمز 1 معايا كده يا شباب تمام يبقى عندي 2 تايمز 2 بلس كام نيجاتيف 1 تايمز 8 هنجمع بقى كل الكلام ده نجمع دول مع بعض دول مع بعض دول مع بعض هيطلع لي ايه بقى يا شباب طبعا هيبقى عندك هنا 3 ونيجاتيف 21 كام كام يا شباب نيجاتيف 18 وبعد كده عندك 0 و 3 ديني 3 2 و 24 26 6 و 7 13 0 ونيجاتيف 1 نيجاتيف 1 4 ونيجاتيف 8 نيجاتيف 4 اوكي كده مفهوم ماشي يا شباب حضرتك تمام ماشي يا شباب اوكي خلي بالك هو طلب ريكويست ان انا اجيب سي تايمز بي For the next, he asks for B times C. Does it make a difference? In our axioms in multiplication, احنا عارفين كويس ان A times B it is the same as B times A. But we will see here in the matrices is not commutative in multiplication. Why? بصوا معايا شوية. First of all, matrix B, dimension بتاعها كام؟ أو size 2 by 3. Right? And C, 2 by 2.
Does the multiplication valid? No. No. Because the entire indices not the same. ماشي شباب؟ مش كده وبس. What if it is valid? They will not contain, they maybe not have the same size. This is first. Second, maybe they don't have the same entire elements. يعني لو انا عندي matrix A 3 by 3. Okay. The matrix B also 3 by 3. You will have A times B valid. And also you will have B times A valid. Okay. But take care. They are not necessarily equal. They will be equal, but under constraints or under conditions. معايا كده شباب؟ يبقى حتى لو الاثنين الكوميوتس، لو انا عملت commuting والاثنين valid، ده مش شرط يعني ان التو ماتريسيز مالهم او المالتيبليكيشن بتاع الاثنين ماله بيساوي بعض. معايا شباب؟ عشان كده تاخد بالك هو بيطلب A في B ولا B في A. الاثنين مالهم مش هيساووا بعض. اوكي؟ اما السكرين تروح بلغوني يا دكتور. يا السكرين روح. يعني ما تقعدوش ساكتين كده. انتوا فهمتوا اللي انا قلته دلوقتي؟ يا شباب؟ تمام يا دكتور. طيب تعالى مثلا كده نشوف لكم اكزامبل. في الاكزامبل ده الشباب كده شايفينه؟ عايزكم تجيبوا لي F times D و D times F. حاولوا فيها كده. حاولوا فيها. هديكم بالظبط 5 دقايق كده او 10 دقايق. يلا. شباب تمام؟ شباب؟ تمام يا دكتور. طيب تعالوا كده مع بعض بقى نشوف الانسر. هو هنا طالب F في D. فطبعا زي ما اتفقنا المالتيبليكيشن هيبقى valid طالما هما سكوير. شور هيبقى valid واللي هتطلع واضح 2 برضو في ايه؟ في 2. انت عندك هنا طالب F في D فالF اهي وادي مين؟ D تعالى هنا لما تيجي تعمل المالتيبليكيشن زي ما اتفقنا. انا عندي اهو first row second row وهنا first column second column. انت هنا اهو هيبقى عندك first row first column first row second column second row first column second row second column. اوكي يلا نبدا. عندك negative 4 times 3 اوكي negative 12 و 5 times 2 يدينا 10. يبقى عندنا negative 12 و 10 يدونا كام؟ يدونا كام؟ negative 2. R1 C2 يبقى R1 هناخد ال first row ال second A column. 8 و 12 8 و 20
8 اللي هي negative 4 times negative 2 plus 20 اللي هي 5 times 4 يدونا كام؟ 28 معايا شباب. بعد كده عندنا second row first column يبقى عندي همسك second row first column 6 plus 6 يدينا كام؟ 12. بعد كده عندنا second row second column negative 4 plus 12 8. يبقى دي الانسر بالنسبة لي كF times D. تعالى دلوقتي نجيب D times F برضو المالتبليكيشن. معلش هو النيجاتيف 2 جبتها ازاي؟ معلش تاني نيجاتيف 2 انت فيرست رو فيرست كولوم فيرست رو فيرست كولوم يبقى عندي نيجاتيف 12 و10 يديك كام؟ ايوه تمام تمام اوكي تمام. تعال هنا انا عايز دي تايمز اف برضو الاثنين هم الاندكس اوكي الدي عندك عبارة عن 3 نيجاتيف 2 4 وحضربها في مين؟ في F نيجاتيف 4 5 2 كام 3 نفس القصة عندك first row first column second column اوكي هنا عندنا ايه يا شباب برضو first row first column first row second column second row first column second row second column let's go عندنا اهو هناخد first row first column 3 times negative 4 negative 12 plus negative 4 يبقى negative كام 16 first row second column 15 minus 6 يدينا كام 9 مش كده يا شباب second row first column negative 8 plus 8 0 R2 C2 second row second column عندنا 10 plus 12 يبقى كام 10 plus 12 22 اوكي لما تيجي تبص لدي تايمز اف هتلاقي يا شباب not equal لمين لاف تايمز دي الاثنين نفس السايز اهو لكن الكومبوننت مش احنا اتفقنا تو ماتريسيز بيساووا بعض لو الاثنين من نفس السايز same size same component they have the same size فعلا 2 by 2 2 by 2 but the entire elements not equal okay فنقدر نديديوث F times D not equal D times F وبالتالي نقدر نقول ان المالتبليكيشن not commute في الماتريسيز اوكي يا شباب مفهوم كده معايا تمام يا دكتور طيب لو الناس فهمت لو انا عندي حاجه زي كده
عندي حاجة زي كده. Which is right. أول واحدة. أول واحدة. هي هي. الاثنين زي بعض. لا لا أول واحدة. الاثنين زي بعض. الاثنين زي بعض. لا لا أول واحدة مين؟ عبد الرحمن ومين؟ سارة محمد. وسارة محمد. هي الأولى مظبوطة ليه؟ لأن الأولى دي أنت بتضرب الـ A من ناحية إيه يا شباب؟ من ناحية الـ left. فأنت عندك AB plus AC. لكن هنا أنا بضرب الـ A من ناحية الـ A الـ right. فأنت BA plus CA. لو احنا بنقول ان الاثنين زي بعض يبقى معنى كده الكلام اللي انا قلته من شوية ملوش لازمة، ان انا كده افترضت ان AB بتساوي مين؟ BA. واحنا قلنا من شوية ان المالتبليكيشن نوت كوميوتس، مش كده؟ بمعنى كده ان اللي فوق بس هي اللي رايت لكن اللي تحت ايه؟ رونج. اوكي they are not the same. ماشي شباب؟ تمام. اوكي هاي دي ولا واحدة رايت؟ ولا واحدة ولا واحدة رايت. آخر واحدة إيه وضعها؟ الاثنين غلط. نعم؟ الاثنين غلط. غلط زيك. الاثنين غلط. مظبوط. لا دي تنفع ولا دي تنفع. معناه ان انا ما اتفقش اي بي ولا دي فاليد ولا دي فاليد. اوكي يا شباب، الا اذا هو طبعا كان الكوميوتس في بعض الكيسز، الكوميوتس دي سبيشال كيسز، الاثنين ممكن يساووا بعض. اوكي يا شباب، دي بعض الايه الكيسز مش كل الكيس. طيب هتبقى لنا بس حاجه اخيره هنا بالنسبه للماتريسيز وبالنسبه للايدنتيتي. الايدنتيتي ماتريكس في حاله المالتيبليكيشن. اللي هو يعتبر ايه؟ كنت بتقول لي مثلا ان x times 1 تطلع بX، فده الايدنتيتي بتاعي. طب في حالة الماتريسيز الايدنتيتي بتاعتي عبارة عن ايه؟ بنرمز لها الاول بالرمز I اللي هو اول لتر من كلمة ايه؟ ايدنتيتي. دي بتبقى عبارة عن ايه يا شباب؟ الاي دي. وطبعا هتاخدوا الكلام ده بالتفصيل في السكشن. تبقى عبارة عن ماتريكس الدياجونال بتاعها كله ones. الدياجونال ده الدياجونال. الدياجونال ده اللي هو فيه الاندكس بتاع الاي بيساوي الاندكس مين؟ او الاندكس بتاع الرو بيساوي الاندكس بتاع مين؟ الكولوم. اوكي شباب، جربوا انتوا حتى كده بعد ما اقفل معاكم
مثلا ادي ماتريكس اهي ايه عبارة عن 1 2 نيجاتيف 1 0 5 7 وانت عايز تضرب اي تايمز اي. طبعا عشان الملتبليكيشن بيكون فاليد اولا الاي دي لازم تكون سكوير. عشان يبقى الملتبليكيشن فاليد لازم دي تبقى كام في كام؟ اولا لازم تبقى 3 عشان الاي هنا اللي حضرب فيها عشان يبقى الملتبليكيشن فاليد لازم سدي زي دي عشان الان 0 2 5 نيجاتيف 1 7 هضربها في ايه 1 0 0 0 1 0 0 0 1 فتست كده وشوف الريزلت هتطلع ايه. المفروض ان الريزلت هتطلع لك ب اوكي شباب لحد كده تمام. هبدأ أخذ الـ attendance كده.